السلام عليكم. مساعد وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى إجبار إسرائيل على نزع سلاحها النووي. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أكد مسؤول دبلوماسي إيراني ضرورة إجبار إسرائيل على نزع سلاحها النووي، مشددا على أن إيران ستظل ثابتة في أداء دورها الإيجابي لتحقيق نزع السلاح النووي في العالم. وقال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانون والدولي رضا نجفي إن الأسلحة النووية تعد تهديدا حقيقيا للبشرية، وخطر استخدامها اليوم أكبر من أي وقت مضى. وأضاف: لكن الدول النووية دخلت السباق النووي بالاعتماد على الردع النووي وخفض عتبة استخدام هذه الأسلحة، وحتى خلافا لالتزامها نقلت هذه الأسلحة إلى بعض حلفائها، وأن يوجد نحو 13 ألف صاروخ نووي يكشف عن حجم خطر الأسلحة النووية. وشارك نجفي في مراسم إحياء اليوم العالمي للنزع الكامل للأسلحة النووية في مقر المنظمة بنيويورك، وتحدث خلال الاجتماع معتبرا أن نزع الأسلحة النووية أولوية والتزام عالمي، وتكريم ذكرى ضحايا استخدام أمريكا للأسلحة النووية عام 1945. واعتبر الدبلوماسي الإيراني أن خروج أمريكا من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى إنه أمثلة ملموسة على عدم امتثال هذا البلد للالتزامات الدولية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.